استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة وقصفا مدفعيا على منازل المواطنين في الأنحاء الشمالية من القطاع، وتركز القصف في منطقتي جباليا وبيت لهيا، كما طال مراكز للإيواء وتسبب في اشتعال حرائق كبيرة في المنطقة. وتعرضت مدينة خان يونس لأحزمة نارية من الطائرات الإسرائيلية في منطقتين بين سويلة والشيخ ناصر وعبسان والقرارة، وطالت منازل وأحياء بأكملها، بينما لم تتمكن سيارات الإسعاف من إجلاء المصابين بسبب تدمير البنية التحتية والشوارع جراء القصف.